سعودي عمان من بلدية بيطام مستثمر في اللحوم الحمراء والأبقار الحلوب. رغم كل المجهودات والخسائر المالية الطائلة التي قام بها، لم يمنح له التسريح لمواصلة مشروعه لاستيراد الأبقار من الخارج. راني مستثمر وبديت وداروا لي عراقيل، رفضوا لي الملف تاعي في 750. اروح وتشوفوا خوتي، لا ما لقيتوش خادم نحوالي، الناس كل على بالها بيه، خاص الخضر دراهم كبار. هنا نقدر ننتج 500 طن تاع الحم في العام، وعندي 200 بقره تاع الحليب، راه في سكيكده راح نجيبها على سكيكده. نطلب من السيد وزير الفلاحه يسهل لي باش يجيب هذه البقره هذه، راه تسقى عجله، راه تسقى مليح ب 20 مليون، وتلقيح صناعي تاع كندا راه تجيب حتى 50 60 ريتله. وراني طالب بالكناك هذيك تاع باب علي، راه ما راحين يعاونوني في هذا المشروع تاعي. ونطلب من السيد الوالي، راني درت له طوعون اللي رفضت لي لا دايره تاع باريكه، راني درت له طوعون، ماذا به يشوف الطوعون، يجي يشوف يبعث لي اجنه، الا ما لقانيش خادم ينحيالي. راني درت صوندا 500 مليون وحرضت واحد 20 قطار، ها روحوا شوفوها بعينكم، الا ما لقيتوهاش محرضها. وعندي افاق، وعندي الخيل راهم في الجزائر، نطلب من السيد راس البلديه وراس الدائره يعاونوني في هذا باش نجيب الخيول تاعي لبيطام، والتلقيح الصناعي للخيول والابقار. المشروع راه يمشي واحد 40%، ماذا بيا عاوني السيد الوالي والاخص الوالي. ونطلب من السيد الوزير يعاوني باش نجيب الابقار تاعي على سكيكده، ما قلتلوش اعطيني دراهم، اعطيني غير تسريح، هذا ما نطلب منه. الصوندا اللي قال لك ما عندي الصوندا، هاي ورا الصوندا راني خادمها، اروح اشوف بعينكم الى ماشي الصوندا هاي تمشي وكلش، دركنا الماء وتمشي وكلش، ودرنا الحرث. او الصوندا هذه لازم البقرات برك لازم لي 4000 5000 ريتله في النهار وما يكفينيش، وانا راح ندير صوندا واحده اخرى. برك هاو الماء واش رايك، هاي الصوندا اللي قال لك ما عندناش، هذه راح نخدموا بها الزرع. راه هذا محروسه حتى الليل. هذا المعمل درناه لينا ما نبيعوش، اليمون بيطاي تغذية الأنغام درناه غير العجول تاوعنا، 1000 عجل و200 بقرة يعيشوا منا في العام، ما نسحقو ما نبيعو ما نشريو، نديرو رسيون تاع عام يخدم لنا 1000 عجل و200 بقرة تاكل من عندنا. وعندنا اتفاقية مع مخبر أجنبي يجي يقرينا التلقيح الصناعي، وعندنا اتفاقية مع جامعة الحاج الأخضر تاع باتنا باش يعودوا الطلبة يقراو عندنا ونروحوا ليهم. سعودي عمار يطالب ويناشد وزير الفلاحة ووالي ولاية باتنا بتدخل العاش قبل فوات الأوان.